ما من مخلوق فيما أعلم على وجه الأرض أكثر افتقاراً إلى الله من رسول الله، وما من مخلوق رفع الله ذكره وأعزه في الدنيا والآخرة كرسول الله. علاقة عكسية، كلما ازددت خضوعاً لله، كلما مرغت جبهتك في أعتاب الله، كلما قلت يا رب أنا عبد ضعيف، كلما ازددت افتقاراً إليه كلما غمرك بالعطاء، كلما رفع ذكرك، كلما أعزك، كلما ألقى عليك الهيبة، وكلما قلت أنا وأنا، فخرج على قومه بزينته قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي، فخسفنا به وبداره الأرض. جرب، قل أنا يتخلى الله عنك، قل الله يتولاك. الصحابة الكرام وهم نخبة الخلق في بدر وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام افتقروا إلى الله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، مفتقرون ضعفاء. في حنين أقوى قوة في الجزيرة، فتحت مكة ودانت الجزيرة من أقصاها إلى أقصاها. بعد حنين قالوا في أنفسهم وهم الصحابة الكرام لن نغلب من قلة، قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم وليتم مدبرين، يعني درس بليغ، درس حنين ودرس بدر. ببدر قالوا الله فتولاهم الله، بحنين قالوا نحن كثر فتخلى الله عنه. جرب بعملك، بزواجك، ادخل إلى البيت قل بسم الله الرحمن الرحيم، اخرج من البيت قل اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أن أجهل أو يجهل علي. الله بيتولاك، يسدد خطاك، ينطقك بالصواب، يلهمك الحكمة، يلقي عليك هيبة، يهابك الناس. قل أنا متفوق، عندي خبرات متراكمة، الناس كلهم يحبونني. ترى استخفافاً من الناس وتخلياً من الناس يصعقك لأنك قلت أنا. أيها الإخوة، لذلك الدعاء يحتاج إلى خضوع، إلى تضرع، إلى افتقار. أنت حينما تفتقر للواحد الديان يرفعك في أعلى عليين، يمنحك الحكمة، يمنحك الهيبة، يمنحك الوقار، يمنحك القوة، يمنحك العلم، يمنحك النجاح، التفوق. اخضع، تذلل، وما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، وما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فإذا رددت فأي باب أقرع. لا تعتمد على أحد، اعتمد على الله. لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله. لذلك ادعوا ربكم تضرعا، يعني أظهر ضعفك، أظهر افتقارك إليه، تذلل بين يديه، مرغ جبهتك في أعتابه، قل يا رب أنا جاهل علمني، أنا ضعيف قويني، أنا فقير أغنيني، أنا لست حكيما ألهمني الحكمة. يعني سيدنا يوسف نبي عظيم، قمة في مجتمعه، قال رب إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. حتى استقامته وعفته ما نسبها إليه، إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. شأن العبد الخضوع، وشأن الله العطاء. بقدر ما تخضع
يرفع شأنك. ألم تقرأ قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. رفعنا لك ذكرك. وهذه الآية تنسحب على كل المؤمنين بقدر استقامتك وطاعتك وإخلاصك، يرفع الله لك شأنك، يلقي محبتك في قلوب الخلق. إذا أحبك الله ألقى محبتك في قلوب الخلق. لذلك ادعوا ربكم تضرعاً، أظهر ضعفك، أظهر تذللك، مرغ جبينك في أعتابه. أنت حينما تفتقر للواحد الديان يرفعك في أعلى عليين.